نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو بيتصدر الأخبار إيش ما عمل، لكن الكم يوم الماضيين كمان كان في العناوين أو تصدرها هو تحديدا بسبب ثورة غضب اللي صار إنه خلال مباراة لمنتخب البرتغال مع المنتخب الصربي في تصفيات كأس العالم 2022. النتيجة كانت 2-2، وفي الوقت القاتل من المباراة قبل ما تخلص رونالدو سجل هدف، لكن المدافع نجح إنه يطلع الكرة من المرمى بعد ما دخلت، فقام الحكم ما حسب الهدف وقال إنه الكرة ما تجاوزت بكاملها خط المرمى. رونالدو ثار وصرخ وغضب ونزع شارة الكابتن اللي على يده ورماها على الأرض وغادر الملعب حتى قبل صفارة نهاية المباراة. الموضوع أغضب كثير طبعاً مشجعي البرتغال ومحبي رونالدو، لكن كمان كان هذا الموضوع أيضاً والتصرفات هذه سبب في انتقادات لرونالدو من ناس شافت أنه غضب زيادة عن اللزوم وأنه ما يصير يرمي شارة الكابتن أو يطلع من الملعب بهذا الشكل والمباراة ما انتهت. وهذول الناس رد عليهم رونالدو في بوست على حساباته وقال أنه كونه قائد لمنتخب البرتغال فهذا فخر وأحد أعظم امتيازات حياته، لكن في أوقات صعبة بيكون لازم نتعامل معها لما من نشعر كمان خصوصا انه امه باكملها بتتضرر. ويذكر انه تقنيه حكم الفيديو المساعد او الفار مراقبه خط المرمى مو معمول فيها بالتصفيات الاوروبيه، وبالتالي فاشاره الحكم انه كملوا اللعب هو خلاص القرار النهائي. عدم وجود هذه التقنيه كمان فجر الغضب اكثر واكثر، وعدم احتساب الهدف كان فرصه انه تشتعل انتقادات حول عدم استخدامها. فمدرب البرتغال بعد المباراه قال انه مو مقبول ما تكون هذه التقنيه متاحه في هذا المستوى من المنافسة. والاتحاد الأوروبي لكرة القدم بنفسه كمان طلع وانتقد هذا الشيء كمان وقال إنه كل هذا الجدل كان يمكن تجنبه لو التقنية كانت موجودة، لكن في كل الأحوال وبسبب الجائحة فتركيب النظام قبل التصفيات كان صعب جدا. المهم الجدل هذا كله انتهى بأنه حكم المباراة طلع واعترف بخطأه، بس طبعا للأسف متأخر بعد ما انفتحت أبواب الجدل والغضب، فالمباراة خلصت والهدف ما احتسب واللي كان كان. والحكم الهولندي قال أنه كل اللي بيقدر يعمله أنه يعتذر للمدرب والفريق، وأنه إحنا الحكام بنبذل جهد كبير لاتخاذ القرارات السليمة، وما بيسعدنا أنه تتردد أخبار زي هذه عننا في الإعلام، لكن اللي حصل أنه الأخبار ترددت وبقوة.